أعلى سعر 990 مليون ليرة، شركة أونال للتجارة. مبروك، ممتاز. ألف مبروك. الشركة الثانية بسعر 720 مليون، إنعامكو بيجي بعدها 715 مليون ليرة، RT للتصدير. أما الشركة الأخيرة 700 مليون، شركة زياكي، هذا سعر الافتتاح. دولتنا الرابحة بهالمناقصة، ولأنه السعر كتير عالي من شركة أونال، منشكر عدنان بيك على هالشي. شكراً إلك على هالحس الوطني. كأننا غادرنا بهالمناقصة. مزبوط كلامك. شو رأيك؟ ألف مبروك إلك يا حلمي بيك. خذوا العروض وبلشوا إجراءات. ألف مبروك حلمي بيك، بس أنا شايف سعر شركتكم عالي شوي. في بينكم وبين أقرب عرض فرق شي 300 مليون ليرة. الصح اللي قاله، دولتنا هي اللي ربحت، هالتصرف كتير حلو. مبروك مرة تانية. لندن كلها سمعت بالخبر. لو تعرف قديش فرحت لما خبرني عدنان. ألف مبروك عليك، أكلت المقلب. شو صاير لي؟ حلمي بيك قال أخذ المناقصة. بالله أخذها؟ إيه أخذها. إيه مسكي. وشو اللي عم يضحكك كل هالقد؟ خدي هاي رح تلبق لك. فرجيني شو لابسة. شوفي، ما عاجبك يعني؟ لا كتير حلو. تعالي نشوف غيره. تعالي. أنا راجع الشركة. طيب يا أبو عدنان بيك، ما تفكر إني رح أسكت، بتشوف ردي. Mm-hmm.